الأزواج في حقوق الزوجات وأموالهم كثير إلا من رحم ربك. من أزواج يطمع يا سيدي أنت خدت ذهب زوجتك وتجسرت به في مشروع وربنا فتح عليك، طب يا سيدي كرمها صح ولا لا؟ أخذت ميراثها لا تنكره، ربنا فتح عليك اكرمها. الرشوة والاختلاس والسرقة والغش وأكل أموال الناس، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وفي رواية إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني من حلال بدون طمع بدون جشع، بورك له فيه، بدون طمع بدون غش بدون جشع بدون استيلاء على حقوق الناس بغير حق، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس يعني بطمع وجشع لم يبارك له فيه، وفي رواية: كالذي يشرب الماء المالح كلما شرب ازداد عطشا. ثاني: إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بسخاوة نفس برضا نفس بدون حرام بدون غش بدون خداع بدون سرقة بدون نصب بدون احتيال بدون باطل، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس بطمع بجشع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يشرب الماء المالح يشرب ولا يشبع. نختم بهذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ومن الخطأ الشائع لك: يا حرام مات صغيرا، مات صغيرا. ما هو يا حبيب ربنا قسم له كم ثانية وكم لقمة وكم نفس وكم يوم وكم ساعة، إذا ما حد بيموت قبل أجله. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رزقك مقسوم ومكتوب وأجلك محتوم، لما تطلب من ربك ما تستعجلش، ما تستعجلش الرزق. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. اوعى تفكر إن يقول لك شوية فهلوة كده تمشي الأمور ومشي حالك والرزق يحب الخفية، وبنسمي الغش والنصب والخداع خفية. لا، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، نجنا ونج بنا، واجعلنا سببا لمن نجا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا اللهم بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.